ننتقل لفقرتنا الأخيرة ومهمة كتير، كنا عم نحكي عنها تحت الهواء. يتعامل الطب النفسي مع أمور ومساحات يصعب تفسيرها، ويمتد تأثيره المباشر ومساحة اهتمامه إلى العلاقات البشرية بأشكالها المختلفة، ما يجعل تشخيص المرض وعلاجه ليس بالأمر السهل لكن من الأمور الصعبة اليوم. فما هي العلاقة بين اختصاص الطب النفسي مع الاختصاصات الأخرى ليكون التشخيص صحيح والقدرة على الوصول إلى بر الأمان للمريض؟ معنا الدكتور راغد هارون، اختصاص طب نفسي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحك دكتور. صباحك. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء عن بعض الأمراض أو كيف الطب النفسي ممكن أنه يعالج بعض الأمراض النفسية، ونحن عم نسمع يمكن ضمن ظروف الحرب اللي عشناها صار كل حدا عنده خوف، ما انفصام بين الواقع وبين ما عم بيشوف أو بين المبادئ وبين اللي عم بيشوفها. فحسينا أنه فعلا لكل حدا منا في مرض نفسي معين، صار في عندنا استعداد لمرض نفسي معين، هاي إذا هم ضانين يعني نفسيا. فخبرنا أو بداية اليوم الطب النفسي كيف يقيم الأمراض النفسية وشو سببها، يعني شو ظروفها لتنشأ؟ تمام. هلا حقيقة بالنسبة للأمراض النفسية أو أي مرض آخر، إذا جينا للأسباب فدائما نضع على القائمة الأسباب الوراثية، ولكن بكثير من الحالات ما بنلاقي أسباب وراثية حقيقة، فيعود الأمر للأسباب البيولوجية، بمعنى هي تركيبة الكيمياء الدماغية عنده أو تركيبة أو طبيعة النواقل العصبية ضمن دماغه لهالشخص، هل هو مستعد للإصابة أم لا؟ بتجي الظروف واللي دائماً منتهمها أنه هي السبب الرئيسي لتطلق شرارة ظهور هذا المرض. الظروف البيئية، ظروف الحرب مثل ما تفضلتي، ظروف الشدة، حتى بكثير من الحالات ما بيكون في أي ظرف، حتى المجتمع بشكل عام يعني دكتور. أيضا المجتمع أو الحياة بشكل عام مليئة بالشدات النفسية. صحيح. شئنا أم أبينا، لأنه في كثير من الأمور ما منتقبلها أو ما بتوافقنا، ما منستهواها، وهذا جزء من الحياة، هذا جزء من طبيعة الحياة، ليس غير طبيعي، هذا نورمال نت أب نورمال. وبالتالي إذا كنت أنا غير قادر على التأقلم مع هذا الجو فسيظهر علي أحد الاضطرابات كالاكتئاب، كالقلق، كالخوف والهلع، كالذهانات، كاضطرابات كبيرة. ممكن يظهر علي استعدادي لإساءة استخدام المواد وبلش أدمن على المواد ضمن ظروف هالقلق وظروف التوتر الموجودة. فدائما الظروف ليست هي السبب الأساسي، وإنما هي الدافع اللي بيطلق شرارة استعداد هذا الشخص للإصابة بهالاضطراب، وإلا كنا كلياتنا أصبنا بالاضطراب. صحيح. فبالظروف القاسية مو كل الناس تصاب حقيقة، ولكن ممكن لأنه في فرق بين المشاكل النفسية والأمراض النفسية، يعني في كثير من الناس بتقول عندك هون الفرق، لما يا نقول عليك. الفرق هذا الحد الفاصل، هذا تماما الحد الفاصل مشان نقدر نميز. صحيح. نوعا ما هون فيني اسالك سؤال، انه شو الفرق بين الطبيب النفسي والمعالج النفسي؟ هي نفس الفروقات لما نقول مشاكل نفسيه يعاني منها الشخص ولا امراض نفسيه بدها علاج؟ صحيح صحيح. سؤال جميل جدا حقيقه، فعلا موضوع انه مشاكل او ضغوط نفسيه. صحيح. وهناك اضطرابات، الضغوط النفسيه بيعاني لابد أن يمر بها كل إنسان طالما أنه موجود على سطح كوكب الأرض. صحيح. بكواكب أخرى ما بعرف، ما في دراسات بصراحة، ولكن على كوكب الأرض دائما في ضغوط نفسية، وبنختلف بين بعضنا بشدة احتمالها وبطريقة التعامل معها والتأقلم معها. أما بالنسبة للاضطرابات فهي أكثر شدة من أعراض أو الضغوط النفسية لدرجة مؤثرة على حياته لهالمريض أو لهالإنسان، مؤثرة على عمله، مؤثرة على وظيفته، أداؤه لوظائفه وتواصله مع المجتمع بشكل سليم. بالنسبة للمعالج النفسي السايكولوجيست والطبيب النفسي السايكاتريست، كثير من الناس بيفكروا الاثنين واحد. صحيح. السايكاتريست الطبيب النفسي هو شخص درس الطب، يعني هو مرض. خريج كلية الطب وبعد ذلك اختار هالاختصاص مثل أخصائي الغدد، أخصائي الجراحة وغيرها. أما السايكولوجيست أيضا درس فترة طويلة وهي
تربية وعلم النفس، وهي فترة طويلة وواسعة وبيدرسوا فيها علوم واسعة جدا يعني. فما في فرق بيناتهم، وإنما بيعملوا كفريق واحد بكل الدنيا. العمل النفسي هو عمل فريق وليس عمل واحد. صحيح. السايكاتريست، الطبيب النفسي، والسايكولوجيست، والسوشال نير وركر، العمال الاجتماعيين، والنيرسز، الممرضين النفسيين، كلهم أخصائيين بالعمل النفسي. عندنا ما في التركيبة يعني بطريقة العمل اللي بنتأمل إن شاء الله تكون موجودة، لأنه بتعطي جودة أكثر للمريض، جودة أكثر للتواصل مع المريض. فنحن بنشتغل بنفس الفريق، وليس المعالج النفسي بيشتغل حالة الأعراض النفسية والطبيب بيشتغل الاضطرابات النفسية، لا على الإطلاق. اثنيناتنا بنشتغل بالاضطرابات النفسية يلي فعلا أثرت على حياة الإنسان، وحتى الأعراض النفسية يعني. وهذا موضوع مهم، أنه نحن ليس بالضرورة نوصل لمرحلة الاضطراب النفسي لحتى نراجع الطبيب. نحن فينا بفترات من قبل نراجعه بشكل دوري للاطمئنان على حالنا، بشكل مفاجئ إذا صار في حادث معين بحياتنا، لحتى يدعمنا، لحتى يعطينا فكرة كيف بدنا نواجه المشكلة اللي نحن فيها. هو صديق مقرب، وهو علاقته مميزة عن باقي الاختصاصات بالمريض. يعني العلاقة ما بين المريض والطبيب هي شيء مميز في هذا الاختصاص عن باقي الاختصاصات بصراحة. نعم دكتور، يعني للأسف شهدنا بعض الحوادث اللي أدت لانتحار بعض الشباب بسبب أزمات عاطفية، أزمات مادية، اكتئاب، وصل لمرحلة الانتحار وإنهاء الحياة، مع أنه بيكون إنسان طبيعي مع رفقاته وعم يشوف القصص. اليوم خبرنا عن هي الحوادث اللي عم نسمع فيها كلنا. إضافة قد ايه لازم الأهل اليوم ينتبهوا، وخاصة عند المراهقين أو حتى أطفال. الشباب اللي ببداية أعمارهم وعم يشقوا حياتهم وعم تصيبهم ردة فعل مخيبة بعض الشيء، فخبرنا عن هذا الموضوع، وهل اليوم علم الطاقة ممكن يفيد ببعض الأمراض النفسية مثل ما عم نقرأ كمان هلأ عم نطلع، صرنا كشعب عم نطلع على بعض علوم الطاقة اللي كان عنا إياها قديما. صحيح. بالنسبة للاكتئاب حقيقة كاضطراب بيصيب الأطفال والمراهقين والشباب والمسنين. وعلى فكرة العمر المثالي للإصابة هو يعني بال45 فما فوق يعني، وليس عمر الشباب، ولكن ببعض الظروف مثل ما تفضلتي القاسية يلي بمروا فيها الأطفال كحالة فردية، نظام عائلي أو نظام مجتمع كامل، والمراهقين والشباب، فممكن جدا أنه يبكر ظهوره عندهم. يعني الفكرة أنه هذا الشخص عنده هذا الاستعداد، ولكن بدل أن يتأخر ظهوره إلى عمر متقدم يبدأ بعمر مبكر، وبدايته بعمر مبكر تعطي إنذار سيء بصراحة للاختلاطات أو للنتائج والعواقب، وخاصة إذا ما تم الانتباه والتعامل مع الحالة بشكل مبكر وسليم. وهذا فعلا اللي بيصير. يعني كثير من الأطفال بالمدارس بيكون في عندهم أعراض كآبة ومنفسرة تفسيرات شخصية من قبل المعلم وعشوائية على أنها شيء آخر غير الاكتئاب، رغم أنه في مرشد نفسي بكل مدرسة، ولكن يعني بطريقة أو بأخرى وبسبب الضغط أو العدد الكبير ما عم يقدر يقوم بدوره بالشكل الأمثل. نعم. فبالمدارس موجود أعداد كبيرة من المرضى أو الطلاب اللي في عندهم فعلا حالات كآبة، وعند الأطفال في حالات كآبة أيضا بفترة المراهقة. هي فترات مهمة وفترات اندفاعية، فترة الاندفاعية، فترة التمرد، فترة السلوكيات اللامبالية. من الممكن أنه هناك تصرفات انتحارية بيكون مخطط لها عند البعض، وهناك
حالات انتحارية بتكون اندفاعية ما نمخطط لها، مجرد أنه انصدم بفكرة معينة أو حادث معين أقدم على هذا الفعل ونجح معه هذا الفعل ومات لا سمح الله بسلوكه اللي منسميه انتحاري وهو سلوك اندفاعي. أما السلوك الانتحاري الحقيقي فهو سلوك عند مكتئب بيخطط بشكل هادئ وبيبعث رسائل للي بيحبهم وبيخلص كل أموره ولحاله بشكل هادئ بينهي حياته. ولكن بالحالتين نحن منسميه انتحار ومنسميه إنهاء لحياته بنفسه سواء بالطريقة الاندفاعية أو بالطريقة المخطط لها. طيب دكتور، خلينا نحكي متى يلجأ الشخص إلى الطبيب النفسي أو المعالج النفسي؟ وفينا نقول يمكن كلياتنا بحاجة لطبيب نفسي، بس قديش قادرين فعليا ضمن نفسنا يكون عنده الوعي الكافي لأقول أنه أنا بدي أتجه للطبيب، أو العائلة المحيطة اللي ممكن فعلا تكتشف أنه عنده اضطراب نفسي أو مشكلة نفسية أنا فيني عالجها من البداية ما تتفاقم وتوجه للطبيب؟ صحيح. الحقيقة السايكو اديوكيشن أو الثقافة النفسية لكل مجتمع مهمة جدا لحتى تعرف كل شخص ايمتى يروح لعند الطبيب النفسي. هذا بيكون من خلال التثقيف عبر وسائل الإعلام، بيتم عن طريق التثقيف الذاتي، يعني شعب مثقف وشعب غير مثقف. هذا بيتم من خلال كثير من الظروف المهمة اللي بتخلي الأشخاص قادرين على تقييم نفسهم. ولكن لنفترض أنه نحن ما عندنا معرفة نهائيا بالطب النفسي ولا عندنا أقل قدر من التقييم الذاتي النفسي لحالنا، منلاحظ دائما بيراجعنا المريض أو بيستشيرنا المريض لما بيلاحظ على نفسه، وهي النقطة المهمة، تبدل بالسلوك. تبدل بسلوكه من خلال تواصله مع الآخرين. أنا يا دكتور صاير عصبي مع أولادي وزوجتي، ومبارح لأول مرة بضرب ابني بشكل عنيف. دائما السلوك هو المعيار. أنا يا دكتور ابني كان متفوق وهالشهر قضيته رايحة جاية على المدرسة عم يشتكولي منه، هذا تبدل بسلوكه. أنا يا دكتور ابني يعني ما كان مصروفه بهالشكل، صاير عم يصرفه وعم يبيع أغراضه من البيت، هذا السلوك للأشخاص المراهقين المدمنين اللي بدهم يشتروا مواد الإدمان، فبيتبدل السلوك عندهم. دائما تبدل السلوك هو نقطة مهمة، معيار معيار، وهو معيار ومقياس لشدة الإصابة. فدائما سلوكنا هو بدل، أو تبدل سلوكنا إذا كان نحو الأفضل فهو نحن بشكل سليم، ولكن تدهور سلوكنا نحو الأسوأ بعيدا عن إنجازاتنا الاجتماعية، بعيدا عن إنجازاتنا الوظيفية، هذا هو معيارنا الأساسي لأنه نزور الطبيب أو لا. بالنسبة للأطفال أيضا، الطفل ما بيقدر يعبر مثل الكبير بأنه أنا صابني هالأعراض يا دكتور. الطفل أيضا سلوكه هو اللي بيخلينا ناخده. ابني صاير عنيف، ابني عم يحرك كتير عند الطفل مفرط الحركة، ابني ما عم يرد علي، أو لغته ما عم تتطور، ما عم يحفظ كلماته، ما عم يحكيني بجمل مفيدة. يعني هاي خلال فترة التطور الروحي والحركي، يعني أول سنتين أو ثلاثة للطفل، فهي هذا هو المعيار الأساسي لهم. نعم دكتور، يعني موضوع كتير عميق وكبير، ويمكن بدنا كتير من الوقت حتى نقدر نستعرض بعض الحالات اللي عم نشوفها طبعا بالمجتمع. نحن بنتمنى على الجميع انه يكون عنده يمكن هذا الوعي لحتى استيعاب او احتواء اولادهم، خاصه الاولاد نحن عم نحكي عنهم، او الكبار بالعمر مثل ما قلت، حتى يقدروا شوي يخففوا، لانه بتوقع الحنان والعطاء هو من احد اعظم العلاج الموجودة بالطب النفسي. نحن بنشكرك دكتور، شكرا لوجودك. شكرا لكم. نتشكرك الدكتور راغد هارون، اختصاص طب نفسي، على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم.